بستخدم لايف بوي عشان نظف يدي من الجراثيم. طيب جاهزة؟ دائما. أنا جاهز. راح نسوي الحلا اللي هو الطبق الثاني. حلو، ما راح أحاول أقول اسمه. قنينطات باللوز والكاوكاو أو حلو. الفول السوداني. حلو، فبنمشي على مكونات الوصفة الحين على السريع. عندنا الورقة أوكي. اللي حنلف فيها، عندنا اللوز المقلي أو المحمر، وعندنا الكاوكاو. جميل. مستكة. جميل. بياض البيض علشان نسكر الورقة. وعندي هنا شوية زيت زيت نباتي بدهن به الورقة علشان ما تنشفش قبل ما نلف فيها الحشوة. وفي الحشوة كمان عندي كراميل أوكي. أو الحليب المركز، عارف الدولتشي دولتشي ايه دولتشي دولتشي اللي هو حليب مكثف محلى مكرمل. أيوة طويلة. عندي مأزر وللتزيين سمسم والورد. عندنا زيت طبعاً حنا ايه مجهزينه وحامي، وعندنا عسل. نبدأ الآن إن شاء الله بالخطوة الأولى وأنا معاك جاهز. يلا بناخد اللوز اللي هو محمص ومقشر. أبدأ باللوز. هل يقدر واحد مثلاً يبدأ على طول بزبدة لوز اللي تصير تنباع كذا زي البينت باتر أو هي ممكن، بس القوام بتاعها مختلف. أنعم بكثير شكلها. أنعم. باخد اللوز ونطحنه، والقوام على حسب الرغبة. فطحنا خشنة يعني. خشنة. طيب فالآن أضفنا الفول السوداني راح نطحنه بالحالة. نفس الشيء. حلو. حلو. نفس قوام اللوز. نفس القوام. بحط شوية مستكة. حنزود رشة ملح. رشة ملح، أوكي. نغزدي الملحة. بلغتنا بالدارجة لازم عشان تبرز يعني حتى بالحلى. دايما في الحلى بنحط شوية ملح. تفضل. لمسة. شكرا. بزار ولا؟ لا البزار لا 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 اللي هو الفلفل الأسود. ممكن شوكولاتة بالتشيلي. ترى في ناس يسوون الكوكيز الشوكولات ويضيفون معها فلفل أسود. يبرز. لا أكيد شوية ماء. زهر. حلو. ماشي صح. حلو، فبعد موية الزهر ايش راح نضيف؟ انا ما حطيتش السكر صح لانه حستعمل الدوتشي بليتشي. اوكي، اللي هو الحليب المكثف المحلى المكرمل. هيدي اللمسه بتاعتي اللي هي الدولتشي. هم عاده يحطون سكر يعني. حط سكر. فاذا ما راح تحط الدولتشي دليتشي تحط السكر في الخلاط. أيوة. مع المكسرات الى ما يصير معجون. أيوة. اوكي، وممكن نزود زبده.